85% هي نسبة تقدم المشاريع السكنية الإجمالية للبرنامج الخماسي الحالي حسب ما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمام مديري وإطارات القطاع. التفاصيل مع هشام أكلي. عرفت سنة 2013 انطلاق إنجاز 657,000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حيث تم تسليم إلى غاية ديسمبر من السنة نفسها 248,000 وحدة سكنية، فيما سيتم تسليم 300,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال 2014. مثل ما التزمنا سنة 2013 باش ننطلق ب 650,000 سكن، نواصل الالتزام تاعنا بالانطلاقة بالأقل ب 650,000 سكن إن شاء الله في 2014. أما الاستلام غادي نرفع التحدي، كنا التزمنا باش نستلم 250,000 سكن سنة 2014، نلتزم باسم كل إطارات الوزارة أننا نستلم أقل شيء 300,000 سكن إن شاء الله. ولتسهيل الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع واستدراك تأخر المشاريع السكنية في البرنامج الخماسي، عرفت السنة المنقضية تعديل وإصدار 55 نصا قانونيا. باش وصلنا لهذه العملية كانت فيه مراجعة نصوص، ما راجعنا ما يقارب 50 نص من مراسيم قرارات وزارية مشتركة مالية السكن الداخلية إلى آخره. يعني كان فيه ما وراء الستار كان فيه عمل يعني اللي يسمح لنا باش نوصلوا لهذه الأرقام. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن جل المشاريع التي يعرفها القطاع يتكفل بها حوالي 58% من الشركات الجزائرية الخاصة، مقابل 38% من الشركات الأجنبية و4% شركات جزائرية عمومية.